المعرض قدم تنظيما وعطاء أكثر من المتوقع، وأنا أظن أن هذا المعرض سيكون سببا ومنعطفا تاريخيا لكل معارض الكتاب في الوطن العربي أن يعيدوا النظر في أسلوب الكتاب الجمهور، لأن ما حصل في معرض جدة الكتاب لم يسبق له مثيل في كل معارض الكتاب العربية واللي أنا زرت معظمها. وأنا أعتقد أنه وأرجو من وزارة الثقافة والإعلام ومن الحكومة أن تعتمد ولا تجرب، لأنه هم معتمدين تجربة سنتين أظن أو خمس سنوات، أن لا تجرب وأن يعتمد المعرض سنويا إلى أبد الآبدين، فجدة تستحق والمملكة العربية السعودية تستحق أن يرفع اسمها عاليا على مستوى العالم من خلال مثل هذه التظاهرات الثقافية الكبرى. المعرض يعني أتى بكل المعارف في هذا في هذا المكان، ونشاهد انه هذه طبعا رحله المعرفه من جميع البلدان الى هذا الموقع، فهذا طبعا شيء جميل جدا اعطى بالطابع. اكيد من الجميل ان نرى معرض الكتاب مره اخرى في جده، ونتمنى ان تتكرر هذه البادره الجميله كل عام ان شاء الله. عودا حميدا على قولهم نقول ان شاء الله، ولكن الحمد لله فضل الله اللي شفناه ولا لاحظنا في المعرض ده الاقبال الشديد على الخط العربي بشهاده الجميع، كل اللي حضروا المعرض ده الحمد لله كانوا باذنوا على قسم الخط العربي مما شاهدوه في جمال وجماليات الحرف العربي الجميل. هذا حاجه ممتازه يحتضن عروس البحر معرض مثل ذا المعرض الكبير، كم الهائل اللي فيه من القراء والمؤلفين، حتى جوه من دول الخليج عاني معتنين علشان المعرض، فده حاجة ممتازة وإن شاء الله أنها ما تنقطع. هو الغياب ممكن 10 أو 9 سنوات بصراحة يعني بانت تعطش للثقافة وللعلم في أهل جدة من القوة الشرائية، يعني ممكن أنت ما تحسبها بالزحمة لأنه في ناس يقول لك ممكن الزحمة عشان الناس جاي تشوف شيء جديد وحابة تعرف واوا، لكن القوة الشرائية أثبتت أنه الناس مهتمة فعلا. سعيد جدا بعودة المعرض بعد المدة الطويلة هذه والتظاهر الثقافية والتجمع المثقفين وتجمع القراء وعشاق الكتاب. استبشرنا خيرا بعودة المعرض إلى جدة وإن شاء الله يكون سنويا بإذن الله. والله يا بادرة أكثر من ممتازة، جدة لها حق كبير من ناحية الثقافة والفنون، نحتاج إلى إعادة الوهج إلى جدة لتبقى جدة غير. تنظيم جدا كان رائع، مرتب المعرض من كافة الجوانب من كافة الاتجاهات. المعرض تميز طبعا المرة هذه بكثرة العارضين، تنوع في الكتب المعروضة، في تنوع في المواد المقدمة، احتفاء بكتب جديدة بكتاب جدد. الحمد لله المعرض استرد أحسن السنة هذه. عودة ممتازة وأثلجت صدور القراء والمتابعين والذين يعشقون الكتاب، فهنيئا لجدة بهذا المعرض الجميل والتنظيم الرائع واللمسات الفنية الطيبة. حقيقة العودة للمعرض في جدة وبشكل مختلف عن السابق، بالذات أنه في إضافات وأقسام أخرى غير المتعود عليه بمسمى معرض الكتاب. هناك أقسام للفن التشكيلي والخط العربي وبعض الخزفيات والأنشطة اللي المفترض أنه حتى المشاهد أو الحاضر للمعرض الكتاب أن يكون عنده ثقافة أخرى ويطلع على ثقافات أخرى، غير موضوع أنه فقط أنه هناك معرض كتاب يختص بمسمى الكتاب. كنت أظن أنه الكثير يعني عزفوا عن القراءة، ولكن هذه مبشرات خير، وأرجو أن تتلو هذا المعارض يعني في فترات أقرب، يعني بدل ما تكون في السنة مرة لا تكون في السنة مرتين ثلاثة، يعني على اختلاف أنواعها. وأهم حاجة أنه نحن نحتاج إلى أننا إحنا نعكس هويتنا الحضارية. عودة جميلة جدا وعودة مشرفة ومشرقة، كثير من الدور وكثير من النشاطات زادت
معرض الخط هنا ازدهر بشكل جميل جدا، وهذا لم يكن متوفرا في معارض أخرى. أول شيء أنا أحب الكتب، فلذلك شدني أن أجي وأشاق أخذ كتب وكتب جديدة وإن شاء الله كاتبة في المستقبل. حقيقة أولا يعني تظاهرة ثقافية فنية عالية على مستوى الوطن العربي بل على مستوى العالم إن شاء الله. نشكر القائمين وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل على هذه الجهود الطيبة، والقائمين على هذا الثقافة التظاهرة الثقافية العالمية، وإن شاء الله إحنا نرجو أنها تتكرر سنويا في جدة بعروس البحر. مجرد عودة المعرض إلى جدة هذا بالنسبة لي يعني وبالنسبة للجميع مهرجان. عشرة أيام قضيناها معكم أعزائنا المشاهدين في معرض جدة الدولي للكتاب، أوقفناكم فيها على ناصية الحرف والكلمة، آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما حاز على رضاكم من المتعة والفائدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.